العامري قطع هملول مسافة الأربع كيلومترات في 6 دقائق 17 ثانية بالوفاء والتمام، أي بمعنى بدون أي جزء من الثانية. هذا هو شوط الوداع وهذا هو شوط الختام، الشوط 12 للقاء الأبكار لمسافة الأربعة كيلومترات. عموما نتمنى حظا أوفر، واللجنة المنظمة لسباقات الإجل أيضا تنوه على السادة الراغبين بالمشاركة في سباق الثنايا والحيل والزمول بضرورة التسجيل في يوم الأحد والاثنين والثلاثاء على فترتين صباحية ومسائية. أيضا الأسبوع القادم سيحمل لنا منافسات، نطلب إن شاء الله من الجميع الاستعداد الجيد ونتمنى لهم الحظ الموفق من الله سبحانه وتعالى. الكلمة تعود مشاهدينا الكرام في شوط الختام للزميل عمد بن محمد الزعميل، يتواصل معكم بالتعليق. إذن حفلنا الكريم مشاهدينا الأفاضل، شكرا لزميلي سعد بن مثلع العتيبي، كما أشكركم على حسن استماعكم وعلى متابعتكم لهذه الأشواط المستمرة المتواصلة، وها نحن سنعيش وإياكم بإذنه تعالى في مجريات هذا الشوط وهو شوط الختام، بمن تحتل المركز الأول نذيع على حضراتكم وعلى مسامعكم مشاهدينا الأفاضل، بمن تقود المسيرة اللي تحتل المركز الأول الشحانية للشيخ جاسم بن عبد الله بن ناصر الثاني مع المضمر محمد بن زايد بن سعيد بن مبارك، هي من تحتل المركز الأول. أما المركز الثاني نقلتنا عند المركز الثاني مشاهدينا الكرام اللي تصلنا صوغة للشيخ عبد الله بن علي بن احمد الثاني مع المضمر عبد الهادي بن حمد بن هليل، هي من تحتل ثاني المراكز. وهنا في المركز الثالث اللي تصلنا بنت الفارس للسيد سعيد بن ناصر الشيبه، هي من تحتل المركز الثالث. وهنا يصلنا شعار الرياض مع الرياضيه. الرياضيه تنتقل بدورها الى ثالث المراكز، تعود ملكيتها للسيد محمد بن جار الله بن ذروه. وهنا في المركز الخامس او المركز الرابع اللي تحتل المركز الرابع تصلنا لزوم للسيد سعيد بن عبد الله الرومي، هي من تحتل المركز الرابع. وهنا في خامس المراكز تصلنا مزنه للسيد حمد بن محمد الجبر النعيمي، هي من تحتل خامس المراكز. اذا نداءنا حفلنا الكريم مشاهدينا الافاضل اينما كنتم اتممناه على مسامعكم كامل مكمل، ونعود مباشره الى القياده. القيادة ومن تقود القيادة حفلنا الكريم، الرياضية تغير الأمور وتقود المسيرة وتحمل شعار السيد محمد بن جار الله بن ذروة الذي شاهدناه على ظهر رياض الذي كان حليف له ناموس الشوط الذي قبل الماضي. إذا الرياضية تقود المسيرة كما ذكرنا للسيد محمد بن جار الله بن ذروة، وهي من تحتل المركز الأول. أما المركز الثاني فيصلنا شعار مشاهدينا الكرام، يصلنا شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع راهية ومضمرها السيد فيصل بن طالب بن شريم. وهناك في المركز الثالث يبدو لي شعار المخضوبية مشاهدينا الكرام اللي يحتل المركز الثالث، نعم شعار ابو صلعه اللي هي الظبي للسيد صالح بن حمد ابو صلعه المري، هي ما تحتل المركز الثالث. وهنا في رابع المراكز تنتقل في رابع المراكز لزوم للسيد سعيد بن عبد الله الرومي المري. وهنا في المركز الخامس اللي تحتل المركز الخامس وصلت في هذه اللحظة خيرة للشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني مع المضمر محمد بن علي بن جرحب. يبدو عليك يا بن جرحب أن تثبت خيرة، نعم يبدو عليك تثبيتها عند لجنة التشبيه والتثبيت. إذن خيرة تحتل المركز الرابع، تنتقل بدورها للشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني، محمد بن علي بن جرحب هو من يديرها في عملية التضبير. وهنا في المركز الخامس تتراجع مشاهدينا الأفاضل اللي هي لزوم للسيد سعيد بن عبد الله الرومي. يا سلام نداءنا الثاني مشاهدينا الكرام مستمعينا الأفاضل أينما كنتم أتممناه على مسامعكم ولمشاهدينا الكرام، نعود مباشرة إلى هذه الكوكب الرباعية وألف
1600 متر، 1600 متر يا ملاك، يا مضمرين ويا متابعين. الرياضية تقود المسيرة، الرياضية تنطلق بكل قوة، الرياضية تحمل شعار السيد محمد بن جار الله بن ذروة. الله يستر عليك يا رعى الرياضية. هنا في المركز الثاني يصلنا شعار عملاق كذلك الغزي للسيد سعيد بن علي بن راية. يا سلام يا سلام، بن راية يغير الأمور ويقود المسيرة مشاهدين الكرام بقيادة الغزيل للسيد سعيد بن علي بن راية. وهنا في المركز الثاني الرياضية كذلك تعيد حقوقها المنهوبة من قبل الغزيل، تعود ملكيتها للسيد محمد بن جار الله بن ذروة. وهنا في المركز الثاني تتراجع الغزيل للسيد سعيد بن علي بن راية البري. أما المركز الثالث، المركز الثالث راهية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. فيصل بن طالب بن شريم البري يديرها في عملية التضمير كيلو متر أخير. وهنا في المركز الرابع وصلت في المركز الرابع مشاهدينا الأفاضل خيرة للشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني. محمد بن علي بن جرحبه هو من يديرها في عملية التضمير. وهنا في المركز الخامس وصلت العجلة للسيد عبد الله بن زرق النعيمي، تصلنا في خامس المراكز. يا سلام لمن الناموس، لمن الناموس لهذه الشعارات الكوكبة الثلاثية. وهذه الكوكبة الثلاثية في هذه المقدمة شعار بن راية يتقدم في هذه اللحظة، والمحاولات هناك من شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. يا سلام بن ذروة، بن ذروة، بن ذروة يا جماعة، بن ذروة يقود المسيرة ويغير الأمور ويحاول بكل قوة وبكل شق الأنفس أن ينتزع ناموس هذا الشوط. الرياضية تقود المسيرة، وهناك محاولة من راهية. الراهية ولا الرياضية؟ الرياضية ولا راهية؟ إذن شعار السيد محمد بن جار الله بن ذروة ولا شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم؟ يا سلام يا سلام، شعار السيد محمد، شعار سيد حمدان بن راشد المكتوم على ظهر راهية يتقدم بكل قوة وبكل جدارة. وهنا محاولة، محاولات شاقة من مالك الرياضية محمد بن جار الله بن ذروة، ولكن انحسمت الأمور. يبدو لي الأمور تنحسم من هذه اللحظة ومن هذا الموقع لمالك راهية سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. الناموس يا أبو راشد على هذا الفوز. المركز الثاني وصلت الرياضية للسيد محمد بن جار الله بن ذروة. المركز الثالث يبدو لي خيرة للشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني. أما المركز الرابع فوصلت الغزية للسيد سعيد بن علي بن راية المري. أما المركز الخامس فتصل الظبي للسيد فهد بن محمد بن سلعان. إذن مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأفاضل، أينما كنتم شاهدنا وإياكم شوط الختام، وكان مميزا بما تحمله الكلمة من معنى. كانت المنافسة ما بين راهية وما بين الرياضية، ولكن راهية هي من حسمت الشوط من صالحها. ها هي لحظات وصولها إلى خط النهاية قاطعة المسافة في زمن مقدار 6 دقائق و30 ثانية و13 جزءا من الثانية. التهنئة نزفها لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وللمضمر فيصل بن طالب بن شريم على هذا الفوز المستحق. أما المركز الثاني فوصلت فيه الرياضية قطعت المسافة في 6 دقائق و31 ثانية 12 جزءا من الثانية. التهنئة بدورنا نزفها للسيد محمد بن جار الله بن ذروة على هذا الفوز. أما المركز الثالث، المركز الثالث وصلت فيه خيرة قطعت المسافة في 6 دقائق و32 ثانية و4 أجزاء من الثانية. التهنئة للشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني وللمضمر محمد بن علي بن جرحب. إذن حفلنا الكريم مشاهدينا الأفاضل، وصلنا معا